هيبقى هو بالنسبه لنا هي مدرس، هو هو علم اللي موجوده داخل المدرسه، لان هو بس مش هلزمه بالاجراءات الاحترازيه، لا ده انا المفروض ان هو يبقى عنده الوعي الطبي، ان هو يلاحظ اي اعراض على اي طالب حتى لو طفيفه ينصحه ان هو يتعزل عن المجموعه اللي موجوده معاه ويطلب له الرعايه الصحيه. بيتهيألي إن المرحلة اللي جاية مرحلة أصعب من المرحلة اللي كنا فيها السنة اللي فاتت، لأنه المرة دي إحنا عارفين إحنا بنواجه إيه، والإجراءات يعني تطبيق الإجراءات دايماً بيبقى أصعب من مجرد الوصول ليها. انا قلت لحضرتك، انا موافق حضرتك مليون في المية اللي حضرتك بتقوله. احنا المره اللي فاتت كان في الفيروس فاجئنا، فكنا متقبلين اي اجراء ممكن يحصل لان احنا أيوه لسه مش عارفين، لكن لن نتقبل ان يحصل خطا او يبقى الاجراءات بتاعتنا مش كامله، وخصوصا ان احنا عارفين ان احتماليه، احنا برضو باكد على جزئيه مهمه، ايوه هي احتماليه حدوث موجه ثانيه وليست فرضيه حدوثها. هو ده الدكتور عوض قال لنا امبارح انه الموجه الاولانيه ما خلصتش، احنا سيطرنا عليها او بنتعامل معاها، لكن حتى ما نقدرش نقول انها خلصت. ولا بأكد على كلام الأستاذ محمد عوض، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا سيطرنا ولم ننتصر. احنا علميا بنقول انتهاء الموجة الأولى بحدوث من 0 إلى 5% من أقصى عدد الإصابات حصل بيها. احنا امبارح الاصابات ما تمش العين لغايه دلوقتي عن التقرير اليومي النهارده، إصابة لكن امبارح 179 حالة. امبارح كانوا 176 او 179 حاله، بانخفاض عن اول امبارح اللي كانوا متجاوزين ال 200. وهو ده احنا بنقول حاجه، يعني انا بقول ان ده رد الناس بتشكك، لما احنا طلعنا ال 200 كويس، احنا ايوه ليس لا يوجد عاقل يخفي اخاه. احنا غيرنا مستوى الفحص يا فندم، يعني في ناس تقول لك ايه احنا لو دلوقتي اصلنا عشان الحالات قلت، عشان احنا ما بنبقاش بنفحص زي من شهر ونص مثلا. في ناس انا اقول لحضرتك مثل واضحه احنا كويس بنتابعه دائما. أيوة. انا بقول لاي حد يقول ده، اسال اي طبيب، اي طبيب حضرتك اطلب اي طبيب موجود في، انا بسمع الاجابه منك، أو انا قلت حتى الكلام ده قبل كده، كل المستشفيات الميدانيه اللي نعرف ما حدش ينفع يخبي اللي موجوده، كل الناس قالت المستشفيات الحالات قلت جدا والحالات الموجوده اقل حده من اللي كنا لا متعودين عليه قبل كده. حضرتك ان العيادات سواء عيادات الاطباء الصدر او الغدد البطنيه او الجهاز العظمي، أيوة. كانوا كل الاطباء في ضغط شديد في عياداتهم الخاصه. صحيح. المستشفيات الخاصة كانت دخولها ب يعني شق بالوسايط الأنفس والالافات وآلاف وآلاف الجنيهات، وكان المريض بيدفع عشان مفيش مكان. ايوه دلوقتي أنا أقول لحضرتك وبمنتهى الشفافية، في مستشفيات خاصة كتير قفلت مستشفياتها للعزل عشان مفيش مرضى بيطلبوها الرعاية الصحية للعزل. نتمنى لكم في الوزارة السداد، نتمنى لكل القطاع الطبي وللحكومة السداد في المواجهة دي، ونتمنى لينا احنا كمان على مستوانا الشخصي ان احنا نبقى قادرين نواجه باستخدام ابسط الطرق، غسيل الايدين والالتزام بالكمامة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام حسني، شكرا جزيلا يا فندم.